وزي ما كنا بنتكلم على مهرجان العالمين والجو الرائع اللي موجود على السواحل، نتكلم بقى عن الحر وكل اللي عنده اجازه وقدر ان هو يفلت من الحر ده ويروح يستمتع باجازته. ان شاء الله اجازه سعيده، لكن الحقيقه انه الاجواء الحاره ودرجات الحراره دي مستمره معانا والفتره مش قليله، وده مش احنا بس في مصر، المنظمه العالميه للارصاد الجويه بتتوقع استمرار موجات الحر الشديده دي لحد شهر أغسطس اللي جاي على أماكن عدة في العالم، الشرق الأوسط، شمال أفريقيا. الحقيقة يعني وفق التوقعات للأسبوع ده أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد تجاوز درجات الحرارة في أمريكا الشمالية وأسيا وشمال أفريقيا والبحر المتوسط يعني تفوق 40 درجة مئوية لعدة أيام هذا الأسبوع. والحقيقه في كمان تفاقم لموجه الحر دي معانا الاسبوع اللي فات. ايه اللي بيحصل في العالم وما هذا التغير المناخي القوي الحقيقه اللي احنا بقينا بنشوفه وبنلمسه مش بس في مصر، في العالم كله. دلوقتي معانا على التليفون دكتور مجدي علام، الخبير البيئي ومستشار برنامج المناخ العالمي. اهلا بحضرتك يا دكتور. وموجه الحر ودرجات الحراره العاليه دي بتؤثر على كل حاجه الحقيقه، احنا بس حاسينها في درجات الحراره وارتفاع درجات الحراره، لكن الحقيقه انها تؤثر على كل اوجه الحياة. إيه اللي بيحصل؟ وارتفاع درجات الحرارة ده هيفضل في استمرار في هذا الارتفاع أو في طريق للعودة وللانخفاض مرة أخرى؟ أولا طبعا يعني لازم نحط أغسطس، شهر يوليو وأغسطس هو قمة يعني الصيف، يعني فليس غريبا أن ترتفع درجات الحرارة فيها. ثانيا احنا بنتكلم على يعني موقع واخد تاريخ كل الكره الارضيه، مفيش منطقه لاخر الولايات المتحده الامريكيه ومرورا بكندا ومرورا باسبانيا واوروبا وافريقيا، صحيح، لا توجد منطقه لا ترتفع فيها درجه الحراره، لدرجه ان اخواننا في الكويت عدوا 55 درجه وفي بعض الدول في الخليج العربي عدت ال 60. فاذا احنا نتحدث عن توقيت صيفي شديد الحراره. في غرابه، في غرابه نسبيا، انه يعني ما كانش حد متوقع ابدا ان احنا نعدي اللي يوصل ل 40 درجه ونعديها كمان ل 50 و55 درجه ونوصل لها دلوقتي يا دكتور. يعني يمكن لما كان الحديث عن التغيرات المناخيه البعض كان بيشعر انه ده حديث نخبوي واحنا لسه بعيد عن الكلام ده، وحتى مع التغيرات اللي حصلت في يعني المواد الغذائيه، لانه ده بيؤثر بكل تاكيد على الامن الغذائي، الناس ما كانتش رابطه بشكل كبير انه ده بسبب التغيرات المناخيه. دلوقتي الامر بين للجميع. يعني طبعا هو في مثلث احنا اسمه مثلث المياه والغذاء والطاقه. هذا المثلث يقيس به قدره النظم البيئيه على تحمل مثل هذه الموجات العنيفه، لانه اي تاثير على زياده درجه الحراره بالارتفاع يعني ان انا باخد بخر من مياه النيل ومن مياه البحر المتوسط تعمل سحب فوق، السحب دي تروح فين؟ تروح في منطقه ما حدش عارفها، لانه ممكن تروح جنوب شرق اسيا وممكن تروح جنوب افريقيا، وبالتالي نسبه حتى البخر المائي والسحب التي تتكون لا يستطيع احد ان يجزم انها ستقع في دولته. فده اول اثر سلبي لي التسخين للمسطحات المائية. يبقى جزء خاص التسخين لسطح الكرة الأرضية نفسه. احنا في 100 سنة اللي فاتت وصلنا 9 من 10. في 100 سنة اللي احنا فيها دي كنا بنتوقع في 2050 اللي جاي ده حسب تقرير الأمم المتحدة ان احنا نزيد 1.5 درجة نقدر نستحمله. لكن من الواضح انه في التقرير الأخير لسكرتارية المناخ وللأمم المتحدة انه في 2050 القادمة هنعدي الدرجتين واحتمال نعدي 2.5 درجة ارتفاع، مقارنة بايه؟ ب9 من 10، اقل من 1 في 100 سنة اللي فاتت. اذا احنا هو هنا التغيرات المناخية هي العامل الرئيسي يا دكتور، ولا هناك عوامل اخرى للي احنا بنمر بيه دلوقتي؟ لا، هو عوامل مناخية، بس إيه السبب فيها؟ حجم الانبعاثات والتلوث الذي صدر على مدار 500 سنة بنحرق فيها الفحم ثم اكتشفنا البترول نحرق فيها البترول، هذا الحرق ما
محدش سأل نفسه لما بيتحرق الدخان بيطلع فين؟ بيطلع في السماء، فلما طلع في السماء دخل في السحب وبدأ الغلاف الجوي يستخدمه كطبقة زجاجية. يعني عايز أقول يعني المستمعين، إحنا يحاط بالكرة الأرضية من مرحلة أو كرة من الغازات، هذه عبارة عن زجاج، كأن واحد حط الكرة الأرضية في زجاجة وقفل عليها. فعشان كده بنسميها الاحتباس الحراري. ليه الاحتباس؟ لأنها حبست الحرارة، مش عارفة تطلع بره الكرة الأرضية وتروح للفضاء الكوني. ودي الأزمة الحقيقية اللي عاملة عندنا هذا التأثير السلبي، بنسميه عمق الظاهرة. إنه صحيح كل سنة كان في صيف شهرين ثلاثة، وفي شهرين ثلاثة شتاء، وفي خريف وفي صيف. الخريف في خريف وفي أيضا ربيع. الخريف والربيع اتلغوا خالص، ما بقاش في خريف وربيع، وبقى في بس صيف وشتاء. لذلك الصيف بيجي في منتهى الشدة، يعني الصيف بيجي صعب جدا، درجة حرارة عالية. وبيقول كمان إن أنا لا أسمح بأي درجة احتباس يطلع بره الكرة الأرضية، فبدم الملوثات فوق سطح الكرة الأرضية تسخنها أكثر. ولذلك عندنا ثلاث حاجات عاملة عمق الكارثة هنا، إنه درجة حرارة في فصل الصيف ماشي، لكن درجة الحرارة تعلى وتتخطى 40 درجة، ده الغريب. إن درجة الحرارة تسخن المحيطات وتسخن البحار برضو أغرب، وكأن الأرض بتحترق يا دكتور. يعني يمكن هي فعلا كده، يعني يمكن في قلق في كل العالم، والعالم كله بيتحدث، كل الصحف العالمية بتتحدث عن يعني اللي حاصل ده. طبيعيا احنا حتى بنتفاجئ كل شوية ببلاد درجات الحرارة فيها بتعدي درجات الـ40، الدول دي ما كانتش بتوصل لهذه الدرجات. في نهاية دكتور، المفروض ايه اللي يحصل دلوقتي؟ زي المفروض نتعامل مع الموقف ده، لانه واضح انه في استمرار لهذا الارتفاع في درجات الحرارة. هو لازم جدية في التزام الدول بخفض الانبعاثات، ده رقم واحد. وفي COP27 اللي مصر نظمته كان الكلام واضح جدا، ووزير الخارجية المصري لما طلب تمر ليومين، المؤتمرين دول دافعوا عشان نقرر فيهم يبقى في صندوق في دفع الأضرار للدول. صحيح، ودي كانت خطوة مهمة جدا في COP27، خطوة مهمة ورئيسية. صحيح، واعتقد انها تتطبق في الامارات ان شاء الله، هيوافقوا عليها، لانه لا بديل عن ان بتعمل صندوق لتعويض الخسائر والاضرار، وعمل سكرتارية تدير هذا التعويض للدول، وخصوصا افريقيا وامريكا الجنوبيه. صحيح، احنا وامريكا الجنوبيه لا ذنب لنا في هذا الحدث، ولكن ذنبنا ان احنا ما كانش عندنا الانبعاثات الكثيره اللي نقول احنا ملوثين زيهم، وما لوثناش، ومع ذلك هم لوثونا، وبالتالي عملوا لنا هذه الاضرار، فلابد ان يدفعوا أضرار المساحات الضخمة من الزراعة التي فشلت، المساحات الضخمة من الكثبان الرملية التي تزحف على الزرع، المساحات الضخمة التي تجردت. صحيح، من الغطاء الأخضر وأصبحت الماشية لا تستطيع أن تعيش فيها، الملوحة زادت في الأبار العالية لكل أوجه الحياة يا دكتور، وده اللي بقينا بنشوفه بسبب التغيرات المناخية، وعليه يجب أن تفي الدول الصناعية بوعودها، ونشوف ده بيحقق على أرض الواقع. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي علام، الخبير البيئي ومستشار برنامج المناخ العالمي، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة في التاسعة.